افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي معرض الجامعات والذي نظمه نادي الخريجين، وذلك بمشاركة أكثر من 17 جامعة من داخل مملكة البحرين بالإضافة إلى مراكز ووكالات تمثل عدة جامعات خارجية. معرض متخصص وشامل يجمع كافة الجامعات في البحرين تحت سقف واحد، بالإضافة إلى منصات الجامعات الخارجية التي تشارك في هذا المعرض الذي نظمه نادي الخريجين. لها دور كبير جدا في توعية الطلاب والطالبات، سواء الذين تخرجوا في العام الماضي ولم يلتحقوا بالتعليم العالي، أو ممن هم مقبلون على التخرج في المرحلة القادمة، بأهم البرامج والتخصصات الموجودة في مؤسسات التعليم العالي مملكة البحرين. هناك عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين تقدم برامج نوعية ومتميزة، ومستويات مخرجاتها أيضا متميزة، ومثل هذه المعارض لها دور كبير جدا في توعية الطلبة وطبعا مساعدتهم على اختيار التخصصات المناسبة، وخصوصا أنهم تم التنسيق مع نادي الخريجين بحيث يستقطب هذا المعرض عدد كبير من طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مدى الأيام التي ينفذ فيها المعرض. المعرض اليوم 17 جامعة محلية و250 منصة للجامعات العالمية من برا البحرين. طبعا من خلال هذه الجامعات ومن خلال هذه المنصات يستطيع الطالب اختيار التخصص المناسب اللي يناسب ميوله ويناسب مجموعه. يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن رؤية النادي لتعزيز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية وتقديم كل ما من شأنه تمكين الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أكاديمي مهني وناجح. تعرف الطلبة الخريجين الثانوية وكذلك حقيقة خريجين الجامعات المقبلين على الدراسات العليا بالتخصصات والجامعات اللي موجودة في البحرين للاختيار منها. هذه الأهمية يعني أصبحت تزداد أكثر وأكثر في ظل التنوع حقيقة في الجامعات، سواء الحكومية والخاصة وكذلك الجامعات المستضافة يعني، وكذلك التنوع في التخصصات الآن. اختيار في الحقيقة هذه المعارض لها أهمية بالغة. الطالب في سن 18 أو سن 17 غير قادر على اتخاذ قراره لأنه في طور اكتشاف ميوله ورغباته للدراسة في المرحلة الجامعية، لذلك هذه المعارض دائما لها أهمية في أن الطالب يطلع على البرامج الموجودة سواء البرامج المحلية أو البرامج المستضافة. نحن في الجامعة الأوروبية في البحرين نستضيف برامج من جامعة لندن، هي جامعة مرموقة توفر تعليم عالي بمستوى عالي للطلبة في داخل البحرين. تأتي مشاركتنا من حرص الكلية على زيادة الوعي بما يتضمنه قطاع الفندقي والسياحي وقطاع الضيافة في مملكة البحرين وفي المنطقة ودوليا بشكل عام. طبعا هذا تخصص جدا فريد، اللي يميزه هو ان في جانب جدا كبير كتطبيق عملي. الجامعة الأمريكية في البحرين هي اول جامعة أمريكية في البحرين، نظام أمريكي اللي تعتبر عن يعني اذا انا بقول لكم عن الجامعة تعتبر من اريح انظمة للطلاب النظام الأمريكي. وطبعا كل متفوق لازم يختار مساره عشان للنجاح، وطبعا الجامعه تحاول توفر اصح مسار لنا كطلاب من حيث ان ندرس ونفس الوقت نتعلم ونطبق اللي ندرسه حق نجهز حق بيئه العمل. طبعا ان احنا اليوم حق الجامعات او معرض الجامعات استفدنا وايد، ومنها انا استفدت اني عرفت شنو ابي ادخل من الحين. التقينا اكثر من جامعه وحبيت هالفكره، وانصح ان في البحرين ان يطبقون هالفكره اكثر حق بنات الثانوية خاصة التخرج. المعرض اشتمل على عدد من الفعاليات المصاحبة بما في ذلك ورش عمل وجلسات إرشادية حول اختيار التخصص الأكاديمي المناسب، فضلا عن تقديم بعض الجامعات المشاركة منحا دراسية لدعم الطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية.
تخصصات متنوعة، برامج أكاديمية وتدريبية تطرحها مختلف المؤسسات التعليمية في البحرين في هذا المعرض، لتقدم للخريجين الجدد فرصة التعرف على التخصصات الجامعية والبرامج الأكاديمية التي ترتقي إلى طموحاتهم وتطلعاتهم. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.